أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. الزمان إيقاف مسؤول مالي جديد في تحقيقات قضايا الفساد. ألترا عراق، العراق يسجل 3923 إصابة جديدة بفيروس كورونا. العرب اللندنية غضب في الشارع العراقي يقلل حظوظ الميليشيات في تجديد حضورها بالبرلمان. القدس العربي، إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل جورج فلويد بكفالة. الشرق الأوسط، أوروبا تشدد القيود للحد من تداعيات موجة كورونا الثانية. العربي الجديد، ترامب: أريد للأمريكيين أن يحظوا بالعلاج نفسه الذي حظيت به. عربي 21، معارك متواصلة بقرباغ واتهامات متبادلة بانتهاكات. حول تداعيات المشهد السياسي في العراق يقول الكاتب حسن شنكالي: العراق الآن على شفا حفرة من النار في حال استمرار القصف الصاروخي على السفارات والقنصليات الأجنبية من قبل جهات لا تحب الخير للعراق، لا سيما إذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بسحب سفاراتها من بغداد، ومن المتوقع فرض بعض العقوبات الاقتصادية على البلاد وإعادته إلى المربع الأول وأيام الحصار الجائر الذي أفقد العراق بنيته التحتية وعاش العراقيون في ظله العصور الحجرية. لو تتبعنا المشهد السياسي في العراق وما آلت إليه الأوضاع من سيء إلى أسوأ نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة على إدارة الحكم وافتقارها لتخطيط الاستراتيجية المبني وفق منهجية علمية مدروسة لإنقاذ البلد من الهاوية والخروج من عنق الزجاجة لفقدان هيبة الدولة وتنصل المسؤولين من مسؤولياتهم الأخلاقية المكلفين بها تجاه وطنهم وشعبهم، وتفشي الفساد في عموم مؤسسات الدولة، وتنمر الميليشيات المنفلتة وتغريدها خارج السرب الوطني، والتبجح بولائها لغير الوطن الأم، وتفشي ظاهرة المخدرات وانتشار المافيات العلنية في ظل اللا دولة والإخفاق في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، ما حدا بهم للتظاهر في عموم العراق مطالبين بحقوقهم المشروعة التي كفلها الدستور في العيش الرغيد. ولا يخفى على العراقيين الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به البلد من أزمة مالية خانقة نتيجة السرقات العلنية عبر مشاريع وهمية ما أنزل الله بها من سلطان، وخفض صادرات النفط التزاماً بقرار منظمة أوبك، وهبوط أسعار البترول في الأسواق العالمية، وتفشي جائحة كورونا، وآخرها فقدان مبالغ مالية من البنك المركزي في سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ العراق، والتوجه للاقتراض الخارجي والداخلي لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة. فالسؤال يطرح نفسه: أين واردات العراق؟ ويضيف شنكالي: كفاكم لاعبا بالنار من أجل العراق بماضيه الجميل، وعجبا أن يكون ماضي العراق أجمل من حاضره ومستقبله، ومن أجل حضارته العريقة من بابل وآشور، وكونه أول بلد شرعت فيه القوانين بمسلة حامورابي الشهيرة، وباعتباره مهدا للأنبياء والأولياء الصالحين، وعلى أرضه نزلت الشرائع السماوية، ومن أجل شعب عانى الأمرين في ظل سنوات خلت. يتحدث الكاتب طالب السعدون عن الأزمة المالية في العراق بمقالة في جريدة الزمان جاء فيها: إن تراكم العجز والفشل يؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي والانحدار ثم الاستقرار في بركة الإفلاس، وهناك تجارب كثيرة لدول أفلست توقفت فيها الحياة، لم تعد قادرة ليس على صرف الرواتب فقط
بل على عموم الحياة، وسيصعب على المواطن الحصول على خدمة تناسب الحياة الطبيعية ومتطلباتها الأساسية من ماء وكهرباء وأمن، ناهيك عن اللقمة الهنيئة. هل انتهت الأزمة المالية بإطلاق رواتب شهر أيلول؟ بالتأكيد الجواب ليس بالإيجاب. كلام كثير وقلق كبير وحرك مالي وسجال أثيرة في الأيام الماضية حول تأخر صرف الرواتب ونية الحكومة لاقتراض تأمينها، وتحذيرات تقرع الأجراس لتنبه المعنيين من خطر الإفلاس إذا ما استمر العجز المالي في تصاعد والديون في تزايد. الأزمة المالية عموماً مبعث خوف حقيقي لدى الناس جميعاً، وليس لشريحة الموظفين والمتقاعدين فقط، لأنها تمس حياتهم مباشرة وتبدو واضحة في البلاد، ولا تحتاج لتنظير منظرين وتفكير مفكرين وتحليل محللين لمعرفة مستوى الوضع الاقتصادي وإلى أين يسير وأين سيستقر في النهاية إذا ما تفاقمت أكثر. ليس في الأمر مفاجأة، فقد ظهرت ملامح القلق من عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب منذ أشهر في تصريحات وأحاديث علنية لسياسيين وبرلمانيين ومراقبين، وذهبت التوقعات إلى أن ما لدى الحكومة يكفي لسداد الرواتب لغاية أيلول، فيما ذهبت توقعات أخرى أبعد إلى نهاية السنة الحالية، وهذا ما لم يتحقق. فقد عاجلهم العجز ووضع الجميع في حيرة من أمرهم، ولم يكن أمامهم غير هذا الطريق. العجز عن توفير الرواتب حالة متوقعة في بلد أصبحت سمته العجز، عجز في السياسة، عجز في الموازنة، عجز في الأمن، عجز في الخدمات، عجز في ضمائر لم تقاوم بريق المال، وقائمة العجز تطول. ويضيف الكاتب: بلد سمته العجز يتطلب إدارة وإرادة للتغيير نحوه، فتجارب كثيرة في الأفضل العالم كانت رائدة في تغيير بلدانها والأخذ بها إلى طريق التطور والنهوض، منها النمور الآسيوية على سبيل المثال، فكانت تجارب غنية في هزيمة العجز والتخلف والفقر، فأصبحت ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم واستحقت هذا التميز. تلك هي قيمة الإدارة الناجحة ونظافة اليد والضمير، وسمو الهدف هو بناء الوطن من خلال بناء الإنسان. كتبت الدكتورة باهرة الشيخ لي مقالة تحدثت فيها عن خطورة المخدرات في العراق. جاء فيها: يعد مخدر الكريستال من أكثر أنواع المخدرات رواجا في البلاد، فبعد أن كان العراق ممرا للمخدرات إلى الدول المجاورة، بات الآن من أكثر دول المنطقة استهلاكا لهذا النوع من المخدرات، حسب مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية. يتوقع حقوقيون واقتصاديون وخبراء صحة أن الحكومة في العراق إذا أرادت فعلاً مواجهة مشكلة المخدرات المتفاقمة في البلاد، ستجد نفسها مضطرة للعودة إلى القوانين التي كانت سائدة قبل الاحتلال للسيطرة عليها، وإلغاء قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 الذي أصدرته سنة 2017. قبل احتلاله كان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكن الحكومة في العراق سنت عام 2017 قانوناً يمكن بمقتضاه أن يأمر القضاة بعلاج المتعاطين في مراكز التأهيل أو الحكم بسجنهم لمدة تصل إلى 3 سنوات. أصبحت صناعة المخدرات وتجارتها واسعتين في البلاد، خاصة في الوسط والجنوب، ويقول محامون إن عصابات المخدرات في البلاد لديها خبرة وهي مسلحة وربما تتلقى الدعم حتى من شخصيات متنفذة، لذا ليس من السهل السيطرة عليها، وإن الفساد المستشري في البلاد كان له الدور الكبير في تنامي هذه الصناعة تجارة وتعاطياً، لأن الرشاوة والمحسوبية من ضمن أنشطة هذه العصابات. هناك دلائل تشير إلى تحول طريق الحرير القادم من شرق آسيا والمار عبر العراق، تحوله إلى طريق للمتاجرة بالمخدرات والسلاح والآثار العراقية، وتهريب النفط المسروق من قبل عصابات منظمة تخصصت في هذه الأعمال ولها ارتباطات واسعة عالمياً. إن أحزاب ولي الفقيه حولت العراق إلى مملكة للمخدرات. وتضيف الشيخ لملخص القول:
إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الكاظم بمهاجمة أوكار صغار المتاجرين بالمخدرات وفي منطقة واحدة صغيرة وهي البتاوين وسط العاصمة بغداد من دون المساس بكبار المتاجرين بالمخدرات وهم في الغالب متنفذون في الدولة لا تبشر بعلاج سريع لهذه المشكلة المستفحلة، وسيظل تأثيرها كبيرا على الاقتصاد العراقي، والمستفيد هو إيران التي تمول أذرعها من هذه التجارة القاتلة. تناول الكاتب فايز رشيد قضية الصراع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن في مقالة جاء فيها: صحيح أن فوز بايدن ممكن ومفهوم، لكنه غير محسوم، إذ تتحكم في الانتخابات الأمريكية عوامل كثيرة، لذلك تبقى رهينة اللحظات الأخيرة. لكن من اللافت للانتباه أن هناك مراقبين سياسيين أمريكيين يحذرون من احتمالات قيام فوضى سياسية قد تقود إلى فوضى من نوع آخر عقب إعلان النتائج من جانب آخر. يتوجب التأكيد على أن الحاكم الفعلي للولايات المتحدة هو المجمع الصناعي الرأسمالي الأمريكي، كما أكد الرئيس الأمريكي الأسبق دوايت آيزنهاور في خطابه الوداعي للشعب الأمريكي عام 1963. إصابة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا ربما تكون ضربة مؤثرة له في الانتخابات التي ستجري في 23 المقبل، إضافة إلى سجله المليء بالأخطاء الكبيرة. ووفقاً لمجلة فورين بوليسي، تعرف الحكومة الفيدرالية كبار السن في الأمور الطبية والتقاعدية والضريبية بأنهم الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، ما يضع ترامب بعد إصابته بكورونا في فئة الذين يعاملون كرؤساء مرضى. بعد مرض ترامب رسمياً يبدأ البحث عن حالات مرضية أخرى قد يخفيها، ففي نوفمبر 2019 كتب موظف مجهول في البيت الأبيض في كتاب وضعه بعنوان تحذير قال فيه: لست مؤهلاً لتشخيص صحة الرئيس العقلية، كل ما يمكنني قوله هو أن الأشخاص العاديين الذين يقضون أي وقت مع دونالد ترامب لا يكونون مرتاحين لما شاهدوه، إنه يتعثر، يشتم، يرتبك ويغضب بسهولة ويواجه صعوبة في تجميع المعلومات، ليس من حين لآخر وإنما بشكل منتظم، لذا فإن كثيراً من مستشاريه ينصحونه بإلغاء المناظرة الثانية ضد بايدن والمخطط لإقامتها في ميامي قريباً، خاصة بعد أن جاءت المناظرة الأولى بينهما مخيبة للآمال، فقد عمتها الفوضى. مرض الرئيس قد تترتب عليه تداعيات قانونية حسب نص المادة 25 من الدستور الأمريكي، والتي تقول في حال عجز الرئيس عن مزاولة مهام منصبه يكون نائبه هو الشخص الذي تمنح له الصلاحيات. ويضيف الكاتب من المفيد القول أيضاً إن الكثير من المراقبين السياسيين يرون أن مرشح الديمقراطيين جو بايدن قد يمسك العصا من المنتصف في علاقة الولايات المتحدة بالكيان الصهيوني، لكنهم مخطئون، فهو يجاهر بحبه للصهاينة منذ 4 عقود. صحيح قد يخفف التوتر الذي نشأ في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهو يمتلك مقومات ذلك، لا سيما وأنه يتمتع بحظوة لدى صناع السياسة الصهاينة. لقد بدأت تلك العلاقة الوطيدة خلال أول رحلات بايدن إلى الكيان الصهيوني عام 1973. الانتخابات الأمريكية شغلت المراقبين حول العالم وما يمكن أن تؤول إليه نتائجها، موضوع تناوله الكاتب عثمان ميرغني في مقالة جاء فيها: في كل الأحوال فإن جائحة كورونا تبقى حاضرة بشكل كبير في الانتخابات الأمريكية، فهي على رأس قائمة اهتمامات الناخبين ومصادر قلقهم، سواء بالنسبة للمرض أو تداعياته الاقتصادية المدمرة، ومن الصعب إلهاء الناس عن خطورتها. وحتى الآن فإنها تصب في غير مصلحة ترامب، فاستطلاعات الرأي التي نشرت خلال 5 أيام الماضية أشارت إلى أن الفارق يتسع لصالح بايدن،
لا سيما وسط فئة الناخبين الرماديين أو من هم فوق سن 65. حتى قبل الإعلان عن إصابة الرئيس دونالد ترامب بكوفيد 19 كان واضحاً أن جائحة كورونا ستكون قضية مهمة في الانتخابات الأمريكية، فالولايات المتحدة تتربع على رأس قائمة الدول المنكوبة بالجائحة بنحو 7,500,000 مصاب بالفيروس وأكثر من 200,000 من الوفيات منذ كانون الثاني الماضي، كما أن التداعيات الاقتصادية كانت مدمرة وحرمت الرئيس من ورقته الأساسية التي كان يراهن عليها. ولكن بعد نقل ترامب إلى مستشفى والتر ريد ومغادرته بعد 3 أيام أثير الجدل حول الأسلوب الذي غادر به. بات مؤكداً أن جائحة كورونا ستكون القضية المسيطرة في الأيام المتبقية على الانتخابات، فالرئيس حسب ما نقلت الصحف الأمريكية عن مقربين منه يستعد لتوظيف إصابته بالفيروس لصالحه انتخابياً من 3 زوايا: الأولى لكي يقول للناس أنه يعرف معاناة كورونا لأنه عاشها، وأنه يتعاطف مع كل المصابين ويتفهم أيضاً قلق الناس. الزاوية الأخرى أن يظهر أمام الناس في دور الرجل الذي لا يخاف ويصارع حتى المرض الذي أرعب العالم. والثالثة أنه لا يختفي وراء الجدران، بل يقود من الأمام ويخرج للقاء الناس في التجمعات الانتخابية رغم المخاطر، لأنه يريد التأكيد للأمريكيين ألا يخافوا أن يخرجوا لأعمالهم لكي يعيدوا بناء اقتصادهم مرة أخرى. الواقع أن ترامب ظل منذ البداية يهون من خطورة الفيروس وشبهه بالإنفلونزا. ويتابع الكاتب أن الفئة الرمادية كانت قد صوتت في أغلبيتها لصالح ترامب في انتخابات عام 2016، ففي استطلاع الناخبين في هذه الفئة أجرته شبكة CNN ونشر أول من أمس، جاءت النتيجة لصالح بايدن بفارق 21 نقطة بمعدل 60% للمرشح الديمقراطي مقابل 39% لترامب. وفي استطلاع آخر وصف هذه الفئة أيضاً أجرته شبكة NBC مع صحيفة وول ستريت جورنال ونشر يوم الأحد الماضي، جاءت النتيجة لصالح بايدن بنسبة 27 نقطة. صراع الهويات الذي أذكاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتصريحاته الأخيرة تناوله الكاتب علي أونوزلا في مقالة جاء فيها: ما نشهده اليوم من هذا التصعيد المقيت والمميت لخطاب صراعات الهويات القاتل ما هو إلا محاولة لتهريب النقاش من جوهره الأساس، وهو مجال العدالة الاقتصادية ومكافحة عدم المساواة والتمييز الاجتماعي، فحتى يتم إبعاد النقاش عن الموضوع الاقتصادي وإخفاقات سياساته الاقتصادية والاجتماعية، يسعى ماكرون إلى تغذية توترات مفتعلة متعلقة بالهوية وصراعاتها اليائسة. اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يسجل الدخول السياسي والاجتماعي في بلاده بتركيز النقاش حول ما يسميه الإسلام الانفصالي أو الانعزالية الإسلامية، في وقت تشهد فرنسا أزمة صحية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة بسبب جائحة كورونا. وفي خضم تقديمه مشروعه ذهب به حديثه لإصدار تصريحات مشوشة ومقلقة عن الإسلام والمسلمين في محاولة مكشوفة لإخفاء إدارته الكارثية للأزمة الصحية والاجتماعية التي تعيشها بلاده. تسمية ماكرون الانفصالية الإسلامية تعبير فج بل عنصري أيضاً، لأنه يستهدف الفرنسيين أصحاب هوية معينة ويستهدف ديناً معيناً وهو الإسلام، وهو في نهاية الأمر ليس سوى تعبيراً عن فشل سياسات الاندماج والهجرة المتبعة في فرنسا منذ عدة عقود، والتي أدت إلى تهميش فئات واسعة من شرائح المجتمع الفرنسي وعزلها داخل جيتوهات عمرانية وهوياتية خانقة. ولا سبيل للتغطية على هذا الفشل إلا من خلال بعث صراع وهمي ما بين الهوية والمواطنة. يحدث هذا في دولة علمانية يتعامل دستورها مع مواطنين بالدرجة الأولى دون أي تمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو الأصل، فالرجل يبحث عن حصان تراودة لحملته الانتخابية المقبلة، ووجد في إذكاء الصراع حول الهوية في سياق عالمي يتسم بتنامي صراع الهويات مطيته لتحقيق أهداف سياسية.
ويضيف الكاتب أن ماكرون جرى نقاش نحو قضايا الحدود والهجرة وصراع الهوية، وهذا في حد ذاته يتضمن إعلانا صريحا عن فشل السياسات النيو ليبرالية التي لا يستطيع أصحابها أن يعيشوا ويحيوا من دون وجود حروب وصراعات لإشباع نهمهم لتكديس الثروات وجشعهم المفرط نحو السلطة وامتيازاتها. قالت المنطقة العالمية للأرصاد الجوية أن ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي أصبح واحداً من أكبر وأعمق الثقوب في الغلاف الجوي في السنوات الأخيرة. من جهة أخرى، أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي كوبرينوكس الأربعاء أن أيلول 2020 كان الشهر الأعلى حرارة الذي يسجل في العالم لمثل هذا الشهر، مشيرة إلى إمكان أن تحطم 2020 ككل الرقم القياسي كالسنة الأكثر حراً والمسجل عام 2016، وسجل خلال فترة الـ 12 شهراً الممتدة من تشرين أول 2019 إلى أيلول 2020 معدل حرارة أعلى بدرجة و28 أعشار الدرجة المئوية ما كانت عليه الحرارة خلال العصر ما قبل الصناعي، وفيما تعتبر السنوات الخمس الأخيرة الأعلى حرارة. يؤشر المعدل المسجل هذه السنة إلى خطر اقتراب كوكب الأرض من السقف الذي حدده اتفاق باريس الذي أبرم عام 2015 بين 195 دولة، وينص على حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض دون درجتين مئويتين عبر مكافحة الاحتباس الحراري. نتابع معا بعض صور الكاريكاتير التي رسمت في صحف اليوم. صدى الأقلام انتهى مشاهدينا، دمتم بخير وإلى اللقاء.